نزيف الدم مستمر رغم الإعلان عن هدنة هي الخامسة أو الرابعة، يعني مهما كانت، ما هو العنوان في السودان الآن بتقديركم؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. العنوان في تقديري أنا في نظري أنه جاء دور السودان لتفكيكه، هذا هو العنوان الذي يجب أن نقف عنده، لأن هذه المسألة هي مخطط قديم يطال السودان وغير السودان. نحن لو رجعنا إلى وزارة الدفاع الأمريكية في الخرطة التي تتعلق أو في الخرائط التي تتعلق بإعادة تقسيم المقسم، نجد أنها اعتمدت خريطة برنارد لويس، وهو دهقان الاستشراق في هذا العصر، وأيضا أستاذ لكثير من الدوائر الغربية والصهيونية في العالم. نجد بأن السودان يعني حظي بكثير من الاهتمام بالنسبة لبرنارد لويس في تقسيمه في هذا التقسيم، وكذلك أيضا من ورائه الصهاينة. نحن لا ننسى أبدا وزير الداخلية الصهيوني قبل حوالي 15 سنة ويزيد عندما تكلم وقال إن السودان بلد يعني خطير ومهم للغاية بالنسبة لإسرائيل، وبلد بهذه الثروات وبهذه الاستراتيجية الجغرافية والعسكرية يعني الموقع الجيوسياسي، هذا يجب أن يتجزأ هذا البلد. ومن ثم كان هنالك مخطط عدد من السيناريوهات المعدة سابقا أو سلفا لتحويل السودان إلى دولة فاشلة. عندما نقول حان الدور على السودان، لأننا نرى قبل السودان سوريا، ونرى اليمن، ونرى العراق، ونرى ليبيا يعني التي تجاورنا. فإذا يعني القضية وما فيها يجب حقيقة أنه إحنا ما نقف عند الوكلاء وعند المطابخ الثانوية التي تقوم بالدور لهذا المخطط العالمي، يعني أبو ظبي والإمارات. يعني دكتور، المسألة ليست مجرد صراع بين جنرالين على كرسي. أبدا أبدا، هي قضية وما فيها أنه هو يعني القضية ليست صراع بين جنرالين، وإنما القضية الأساسية أن هنالك جهة ما أو جهات متعددة تحرص على أن يعني أن يحدث حرب. نعم، ما احنا ما كنا نتوقع في الحقيقة أنه الحرب ستكون بين يعني مكونين من الجيش، أو بين الجيش وبين جهة تابعة للجيش. يعني كانت السيناريوهات تذهب في الحرب الأهلية يعني بعد انفراط عقد الثورة واختطاف هذه الثورة، أنه هنالك يعني جنوح إلى استدراج حركات مسلحة بعد اختطاف الثورة، أن هناك جنوح إلى اختطاف حركات مسلحة وجمع هذه الحركات من أجل الانقضاض على الدولة التي ضعفت بسبب الانقسامات وبسبب الاختلافات السياسية. كنا نظن أن هذه الحرب ستكون من خارج القوات المسلحة، لكن عندما فاجأكم حميدتي، هو المفاجأة كانت للجميع أو لكثير من الناس، يعني هو كيف يعني الجيش السوداني بمخابراته وبمعلوماته في رصد حركة هذا التمرد وهذا الحميدتي منذ زمن ليس بالقليل في 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 توسعه عسكريا ومعلوماتيا واستخباراتيا وعلاقاتيا، كيف أهل هذا الجيش أنه هو يعني غض الطرف عن عما وصل إليه هذا الرجل؟ يعني ليست هي المحاولة الأولى التي قام بها حميدتي للانقلاب. الحميدتي كانت له محاولتان انقلابيتان يعني كاملتان، يعني في سنة في 2020 30/6/2020، وكذلك في 21، ورصدت هاتان الحركتان وهذه الحركة التي قام بها، لكن للأسف الشديد كان هنالك تراخي كبير جدا من الجيش في التعامل مع هذه التحركات ومع هذه المعلومات. ولذلك أنا أظن أنه إذا انجلت المعركة وإذا دحر هذا التمرد، أنه لا بد من إدارة تحقيق كامل في داخل الجيش السوداني لمعرفة السبب التورط، يعني في ترك هذه الميليشيا التي غذيت بأموال الشعب السوداني والتي حصلت على الدعم
سواء من النظام السابق أو من الجيش السوداني نفسه يعني في الفترة السابقة، حتى وصل أصبح هذا الـ يعني هذا الدعم السريع أصبح بعبعا، وأصبح يعني يمثل خطرا على وحدة السودان. ثم كيف يعني هذا الاختطاف، هل تم بين ليلة وضحاها؟ يعني هل تم في يوم ولا يومين؟ لا، هذه المسألة كانت لها امتداداتها، يعني في السابق في رحلات قام بها حميدتي إلى دول ما اطلعت الدولة على تفاصيل ما جرى بينه وبين الدولة التي ذهب إليها، سواء إثيوبيا، سواء يعني علاقاته مع حفتر أو علاقاته مع أبو ظبي أو علاقاته مع فاغنر والروس، هذه كلها كانت في طي الكتمان، أو حتى مع الموساد الإسرائيلي. نعم، هو الرجل على علاقة مع الموساد الإسرائيلي، يعني زي ما البرهان مد علاقاته مع الخارجية الإسرائيلية، هو مد علاقاته مع الموساد الإسرائيلي، ومدته الموساد بأجهزة للتنصت. يعني هذه يعني أخبار أعلنها الطرف الإسرائيلي عندما حدثنا عن أجهزة يعني أعطيت لحميدتي لمراقبة الهواتف، وهذه المسألة عرفها رجل الشارع البسيط السوداني، ناهيك عن المخابرات السودانية أنها تطلع على مثل هذا. فحقيقة هنالك خيانة يعني كبيرة. يعني حميدتي مشروع إسرائيلي في السودان الآن؟ هو مشروع إسرائيلي صهيوني يعني بامتياز، ولا أدل على ذلك يعني من أنه المتحدث الرسمي يعني باسم قوات الدعم السريع اللي هو يوسف عزت، مستشار حمدتي، مستشار حمدتي هو، وهو يعني كان رجل في كندا ثم التحق بي يعني بال يعني بهذه يعني كان من دعاة الثورة كما يقول هو. يعني انت انظر الى خطابه وكلامه في يعني في قناة كان الإسرائيلية، عندما يتحدث مع الطرف الإسرائيلي بكل ود ويصف الذي يحدث في السودان على انه هجمات الجيش السوداني على قوات التمرد، قوات الدعم السريع، أشبه ما يكون بالعمليات الإرهابية التي تكون ضد المواطنين الإسرائيليين، وأنكم كما تتصدون للفلسطينيين الذين يطالبون بحقوقهم، نعم، ويقوموا ونحن أيضا نتصدى. هذا التشبيه أنا أعتبر أنه هو أبلغ رسالة تصل إلينا جميعا، حتى نعرف إلى أي مدى وصل إليه هذا الدعم السريع في أنه أصبح مختطفا، يعني هو أصبح مختطفا للدرجة التي يشبه فيها نفسه باليهود المغتصبين، ويشبه الجيش السوداني ومن ورائه الشعب السوداني بأنهم الفلسطينيون الذين يريدون زعزعة استقرار المواطنين المحتلين. أنا أعتبر أن هذا تشبيه ممتاز جدا، يعني يدلك تماما على من هو الظالم ومن هو المظلوم. لكن دكتور